تمام، صباح الخير للجميع. معكم مس ريم عجاوي من مدارس اتحاد فرع العقبة، وحصتنا اليوم خاصة بطلاب صف رابع، وهي الحصة بتكون الحصة الثالثة اللي شرحتها أصلا بالصف، ورح نعيدها كمان على قناتي. خلينا نشوف تفاصيل حصة اليوم. للتذكير، في صفحة في الكايد اكتيفيتي، يعني بكتاب التمارين، بتلاحظوا انه انا بصفحة في صفحات ما اخذناها، زي صفحة 20 21، تعمدت انه ما اخذها لانه المستوى، يعني تكتبوا ارقام تعيدوا، يعني مش يعني بتحسوا المستوى اصغر من عمركم، فعشان هيك ما اخذنا. اما لما ننتقل على صفحة باج 22، الارقام لازم تحفظ الأرقام، بس لما تعرف تسمعوا كلمة رقم 22، أخذنا 20 يعني 20، 22 يعني 22. في باج 22، إذا فقط للتذكير، الوحدة بعنوان comment tu t'appelles، يعني ما هو اسمك. إذا بالتمرين الرابع بيقول مي سي مو دون لو بون أوردر. مي سي مو، ضع هذه الكلمات في دون le bon ordre، في الترتيب المناسب. للتذكير هنا المي، كلمة مي يعني ضع، هاي كلها تنطق كأنها إيه؟ سي هذا اسم إشارة ومعناها هذه الكلمات للجمع، تنطق سي. مو التي اس ما إلها صوت، دون الا ان اس دائما صوتها اون مع الدي بتصير دون، لو بون الاو ان صوته بالفرنسي دائما اون مع البي بتصير بون، وهذا اوردر الاو سايلنت تعطي الصوت للي قبليها، الحرف اللي قبليها لما يكون صحيح يقرأ كأنه عليه سكون، إذا بنقرأها مي سي مو دون لو بون أوردر. إذا هنا مبين إنه السؤال شو اسمك، إذا ببلش دائما بكلمة كومون ما، وممكن يجي بمعنى كومون، ممكن تيجي بمعنى كيف، لكن هون أجت بمعنى كومون معناها ما. كومون تو أو ما هو، كومون تو معناها أنت، وهو عبارة عن ضمير برونون بيرسونيل، ضمير مفرد بمعنى أنت أو أنتي. تي هاي خاصة بالفعل، وهلأ حنشوف شو هو الفعل. أبل، كومون تو تابل، ما هو اسمك. تو هذا عبارة عن ضمير، تي هاي لها قصة، لكن أنا في الامتحان بدي أعطيكم زي هيك ترتيب جمل، ححطهم دايما مع بعض هدول عشان ما تتخربطوا. كومون تو تابل، ما هو اسمك. هلأ لما نروح على الجواب، أول إشي مندور وين الكابيتال لتر، وين الماجيسكيول، عندنا هاي وعندنا هاي، هذا اسم فاكيد رح يبدا باسم ب ب ب ماجيسكيول، اوكي. لكن هون مو يا مس بيجي بمعنى انا، حتقولوا طب مس وهاي جو معناها انا. هلا الفرق بين هاي وهاي انه هذا ضمير ستامبون بيرسونال معناه انا، لكن هذا بمعنى كيف بالانجليزي بنقول مي ماي نيم از، وبحكي اسمي، فهو زي التاكيد على اسمه، يعني انا بحدد، اوكي، بس ما بيجي بمعنى ضمير. اذا هحط مو جو اللي هو انا، ما هاي كمان خاصه بالفعل، لاحظوا انه مع تو بيكون في عندي تابل، ومع مو اللي هو انا بتتحول التي لام خاصه بالانا، هنشرحها فيما بعد هذا الفعل لانه كتير مهم. جو مابيل، واسمه توم، جو مابيل توم. ننتقل الان للتمرين الثاني، اذا فقط نعيد كومون تو تابل، ما هو اسمك. أنا موا جو مابيل توم. ننتقل للتمرين رقم 5 بنفس الصفحة بباج 22، أوكي. هلأ هون حنلاحظ ريبون ا سي كيستيون، يعني أجب على هذه الأسئلة. لاحظوا إنه الأس في نهاية الكلمة بالفرنسي لا ينطق، ريبون أو أن صوتو أن، الدي أس كلو سايلنت، ريبون أجب، أنسر ا سي شفناها قبل إشي قبل هيك اللي هي اسم إشارة بس خاصة بالجمع، هذه الأسئلة يعني أجب على هذه الأسئلة، répond à ces questions. هلا هون بيقول comment tu t'appelles، وإحنا بنعرف إنه comment tu t'appelles معناها شو اسمك. إذا إحنا بننشئ أي شيء بنقول je m'appelle، je m'appelle Tom، اخترنا كلمة Tom، je m'appelle Tom. et toi، وأنت، toi بتشبه moi، toi خاصة بالtu بضمير tu اللي هو معناها أنت، إلها كمان زي ما بيقولوا هو بمعنى أنت بس ما بيجي بدل، بيجي مش ضمير، أوكي. كم جو مابيل توم إي توا، إي معناها هو يعني أنت، وأنت بيجاوب موا، برجع بأكد إنه هو جو مابيل، وحنختار اسم محمد، موا جو مابيل محمد. نقرأ السؤال كومون تو تابيل، جو مابيل توم إي توا،
أنا أدعى توم وأنت موا، برجع بأكد له أنه أنا je m'appelle محمد. أوكي، ننتقل الآن لباج 23، رح نلاقي أنه في رسومات بتلونوهم مس، مش رح أكيد نلونهم في الحصة، رح تلونوهم في البيت. بحب الكتاب اللي بيكون مرتب. أوكي، وكمان هون بيقول غولي لي بوان اي كولوري لو ديسان، يعني أوصل النقاط ولون الرسم. غولي لي بوان، الاي بالانجليزي صوته اي، اذا نقول اي بالانجليزي صوته او. غو لي، الاو دائما سيلونسيوس تعطي صوت للي قبلها. غولي لي بوان اي كولوري لو ديسان، ولون الرسم. نفس الشيء بالصفحه اللي بعديها. هون الان مس ننتقل لايش؟ لا الليفر، خلينا نشوف، نروح على ليفر ديلاف، كتاب الطالب، اوكي ستودنت بوك، وبنروح على باج 16، صفحة 16، باج 16. هون بيقول لي ريغارد ايكوت، يعني شاهد واستمع. اوكي، هون بيقول له تيا كيل اج، تيا كيل اج، كم هو عمرك؟ تيا، الاس اللي عم تشوفوها هون عبارة عن فعل الافوار، فعل الملكية اللي هو تو هاف. العمر بالفرنسي ما بنستخدمه زي الانجليزي باستخدام التوبي لما نقول I am 13 I am 14، لا بالفرنسي بستخدم to have، كأني بقول I have وبحكي عمري. اوكي، فهاي اللي عم تشوفوها هاي هو فعل to have اللي هو فعل الملكية، بس بستخدمه هنا، اجا هون دوره الاستخدام عن العمر. tu as، انت عمرك، tu as quel âge، كم عمرك. اوكي، انت كم عمرك. اوكي، اذا كأنه يعني هيك tu as تنطق a، tu as quel âge، اج كم عمرك، بيقول له هو. لما نستخدم الضمير تو، الفعل تو هاف، اوكي، بيكون بشكل الاس. لما نستخدم ضمير الجو، لاحظوا انه الاو اللي تبعت الجو راحت، ليه؟ لانه التقت بحرف عله، فشطبنا الجو اللي تابعه لها، مش مفروض الجو يكون معها انا، لانا مش مفروض معها جو او، لا شلنا الاو اللي كانت مع الجو لانه التقت بحرف عله، وهذا الاشي ما بيتطبق الا على ضمير الجو، باقي الضمائر ما بتتطبق على هذا الاشي. جي 8 ans، الان ان اس هي معناها عدد السنوات او سنوات، لو كانت من دون اس معناها سنه واحده، وسواء كان فيها اس او لا صوتها ان، والتي بتتصل بالان فبتصير 8 ans، ثمان سنوات. جي 8 ans، tu as quel âge؟ جي 8 ans، tu as quel âge، كم عمرك؟ جي 8 ans. ممكن تدربوا عليها مثلا، وفي امتحان قراءه بهذا الموضوع، اوكي، بهذا الدرس كثير سهل. ننتقل الآن للمقطع الثاني الموجود بباج 16 بصفحة 16. هون بيقول ريغارد ايكوت، استمع وشاهد. شو بتقول البنت؟ موا، بتأكد انه هي، جي 7 ans. لاحظوا انه جي تكررت لانها عم تحكي عن حالها، هون تو هاف مع الضمير جو مع ضمير انا، تو هاف بتصير بهذا الشكل وصوته اي هات. جي 7 ans، يعني كأننا نقول زي في مصر بيقولوا انا عندي 7 سنين، انا عندي، كانها ملكيه، ونفس الشيء بالفرنسي كانها بتقول انا عندي 7 سنوات، لانه هاي اللي عم تشوفوها هي للملكيه تستخدم، بنستخدمها كمان العمر. دونك موا جي 7 ans، تي بتتصل بالان فبتعطي صوت الان، تان. جي 7 ans، انا عمري 7 سنوات. موا جي 7 ans. ننتقل لباج 17 صفحه 17، نفس الشيء. هلا بس للتذكير، الوحدة بعنوان tu as quel âge، يعني كم عمرك. tu as quel âge، الوحدة الرابعة. إذا هون بيقول regarde et écoute، استمع وشاهد. هون شو بقول له؟ نسأل نفس السؤال tu as quel âge، كم عمرك. الـ A اللي عليها طائية بتعطي صوت الشدة age، أوكي، وحكينا إنه الـ E بتعطي الصوت للي قبليها، واللي قبليها بيكون ساكن إذا كان حرف صحيح، إذا كان consonant، أما إذا كان voyel فبيأخذ صوت الفويل العادي، يعني إذا E بضل E، اوكي، الاي اللي هي اي بالانجليزي، تمام. دونك tu as quel âge، كم عمرك، بقول جي، طلعوا لما نسال بتو بضمير تو بقول tu as، ولما نجاوب بي بتحول مع الجو الاي، على فكره الاس والاي هم نفسهم، هو tu have يلي اسمه بالفرنسي tu have اسمه avoir، فعل الافوار لما يكون مجرد اسمه avoir، لما يتصرف مع ضمير تو بتحول avoir لاس، حناخذه فيما بعد قاعده. واما مع الضمير الجو اللي هو انا، بنشطب الاو الموجوده مع الجو وبتصير هنا اي، يعني مع تي اس مع الجي بحط اي. جي 9 ans، عمري 9 سنوات، كاني بقول
انا عندي 9 سنوات. دونك tu as quel âge, كم عمرك؟ j'ai 9 ans. الاف هون مع انه رقم 9 بنقول له نف، لكن لما يلتقي بالسنوات هاد بيعطي صوت ال v، فبنقول j'ai 9 ans. اي توا، وانت، تعودنا انه ايه معناها و، وحتى لو كانت في الكلمه في اخر الكلمه صوتها كمان اي ومعناها و او اند. j'ai 9 ans et toi؟ moi j'ai 8 ans. انا عمري او انا عندي 8 سنوات. j'ai 8 ans. تمام، انتبهوا بالنسبه للارقام. بعرف انه في طلاب جدد اجوا بصف رابع، ذكور، انتبهوا انه الارقام انا عملت فيها فيديو لحتى تحفظوا الارقام من 21 لها داخله في الامتحان، فاذا حدا عنده اي استفسار يتواصل معي بخصوص هذا لحتى ابعث لكم رابط الارقام. اوكي، هلا بننتقل للصوره الثانيه الاخيره بباج 17 بصفحه 17. عندي هون كمان ريغاردي ايكوت، شاهد واستمع. بترجع بتسال نفس السؤال، tu as quel âge، كم عمرك؟ tu as quel âge، tu as quel âge، tu as quel âge. بتقول j'ai 6 ans، هي رقم 6. j'ai 6 ans. 6 هلا 6 لحالها رقم 6 تنطق 6 مع انه في اكس هون. اوكي، ولما تتصل الاكس، في عندنا قاعده بالفرنسي، اذا اتصل الاكس او الاس باي مقطع ثاني فيه فويل، بدايته فيها فويل، حيصير صوت الاكس او الاس زد، فبنقول j'ai 6 ans. اوكي، والاس دائما في الاخير هون لا تنطق. j'ai 6 ans يعني عمري 6 سنوات. هيك بتكون خلصت حصتنا اليوم، سي لا فان دو كور. ميرسي بوكو بور فوتر اتونسيون، شكرا كثير لمتابعتكم. اوكي، بشوفكم ان شاء الله بالحصه المقبله. اوفر.